لم يكن الوصول يوما غايتي إنما الإقلاع. المهرجان هذايا هو يكرس العمق الثقافي مش بتاع تونس فقط، بل الثقافة الإنسانية والفن كقيمة تتقاسمها البشرية. أنا فخورة بالعرضين يتقدم عني والعرض يتقدم السنة، علاش؟ خاطر العروض هذه تقدم تونس في أحلى حلة وتقدمها في صورتها الحقيقية، تقدم تونس التاريخ، تونس الماضي وتونس الحاضر وتونس المستقبل، البلاد اللي فيها فن يستند إلى هذا الماضي العريق، يستند إلى هذا الإبداع المتأصل والمتجذر في كيانه. هو شعب له مستقبل وله حاضر يبني إلى مستقبل عريق. مهرجان قرطاج معروف حتى على المستوى الدولي أنه من أعرق وأهم وأشهر المهرجانات، باعتبار أنه يستقطب كبار الفنانين سواء كانوا توانسة أو عرب أو يعني عالميين من الغرب، وتعرف يعني برشا أسماء كبيرة اللي جات وغنات على مسرح قرطاج. كنت مأمل أنه باش نكون أمام عرض فيه نسبة كبيرة من الابتكار والتجديد، شفت برشا أشياء، برشا لوحات اللي سبق أنه شفناها بأشكال أخرى بموسيقى أخرى ربما. اليوم افتتاح طيارة عالمي حلو، محفل تذية تراث التونسي، تراث الجنوب وتراث برشا مناطق في تونس. اليوم جينا حابين نقدم الموروث الثقافي هذايا نتاعنا، حابين نعرفه بالفروسيه التقليديه على مستوى دولي. مهرجان قرطاج الدولي نتاع السنة هي دورة معناها خاصة متنوعة، فيها أنواع نتاع موسيقى جديدة غربية اللي هي النوع الموسيقي للروك والميتال والبروغريسيف، وكنا متعطشين جدا أن نشوفوا التنوع هذا في مهرجان السنة. نحن كارتاغوتس باند، من اول الفرق نتاع الهيفي ميتال في تونس، واليوم بعد 20 سنه وقع استدعائنا في مهرجان قرطاج الدولي لاول مره. لعبنا في بلايص اخرين في العالم، مي قرطاج تقعد هي قرطاج، واحنا فخورين برشا اليوم اللي باش نطلعوا في قرطاج وباش نعملوا برشا حس. هو البرنامج السنة متنوع برشا، فما برشا أنماط موسيقية، وفرحنا ياسر المدير خمم باش يمس الشباب التونسي الكل بأنواع الموسيقى الكل. كارتاغوتس هو معناها آلهة قرطاج، واليوم آلهة قرطاج باش تلعب في قرطاج، دونك فماش بخير من هكا كتويج للخدمة اللي عملناها لعشرين سنة اللي فاتوا هذوما الكل. والليلة بقدرة ربي باش نعديو سهرية ما تتنساش، الخطر قاعدين نكتبوا في التاريخ نحن اليوم. فرحانين، وسيت ان سنتيمون دو فيرتي، معناها فخورين، فوالا فخورين على الاخر
اليوم نحضر لجروبات تونسية، جروبات متاع الموسيقى البديلة. أول حاجة خمنت فيها كي طلعت فوق المسرح اللي هي أمي، خاطر أمي ديما شجعتني على الفن من وأنا صغير، الله يرحمها. نتصور لي فرحانة برشا. إكسبيريونس عالمية، نحكيو على كارتاج اللي هو أحسن ركح في تونس ومعترف به عالميا، دونك نتنجم يكون أكبر تتويج الفنان في تونس. كي طلعت على الركح كان إحساس رهيب، ويغنيو في غنياتنا، دونك الرسالة متاعنا وصلت، كان تفاعل وكان فيزيون وكونيكسيون معاهم. عندنا غنية اسمها Whispers from the Wicked، تبدأ بجملة تعجبني ياسر، نقول لهم The nightmare has come to an end. دونك سي ان نوفو ديبار لينا نحن في السين متاع تونس، في الثقافة متاع تونس، وإن شاء الله نكملوا هكذا.